بالنسبة للكأس الجزائر ربع النهائي، مقابلة ضد مجمع البترولي صعبة، هزمنا معهم الموسم الفارط في النهائي، راح تكون مقابلة تاع ريفانش باه نعاودو نخلفو إن شاء الله، وإن شاء الله الفائز يعني لو ميور كان إن شاء الله. كأس الجمهورية اللي إن شاء الله راح تجرى يوم السبت العشر 11 تاع الليل مع المجمع البترولي، احنا في التحضير نتاعنا التحضير العادي ككل مباراة، وإن يعني المقابلة راح تكون 50-50%، اللي يكون إن شاء الله حاضر في المقابلة ويكون مركز وكونسونتري على المقابلة هذه راح يفوز بها، وإحنا إن شاء الله ستين أوكازيون لينا احنا وين في ولايتنا في القاعة نتاعنا مع شعبنا إن شاء الله أن نفوزوا بهذا الكارت فينال هذه. واش يخفاك بلي احنا نحضروا المقابله تاعنا ككل مقابله تاع كاس هادو، باسكو احنا فريق معروف يلعب ادوار نهائيه كل عام، شغل قلت لنا مقابله عاديه ونحضروا فيها كيما لازم الحال، التحضير مع المدرب التحضير تاع اللاعبين ومع الطاقم الفني والاداري، وان شاء الله يكون مقابله في القمه ان شاء الله، وان شاء الله يكون حضور جمهور قوي يخيبناهم في الشامبيونه وجبنا لهم الكاس، ان شاء الله هذه المره يكونوا معنا حنايا ونحتفلوا مع بعض ان شاء الله بالكاكوف ان شاء الله.